بنرحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، ونبتدي معاكم أخبارنا. ويعني كالعادة دايما هنبدأ بالأخبار اللي تهمكم جدا، وزارة التموين وأخبارها دايما بتبعتوا لنا حضراتكم تسألوا على الأخبار. موضوع تسجيل رقم الهاتف واشتري خط جديد ولا لأ، واللي ما عندوش خط، وزارة التموين قالت إن ما فيش بطاقة اتلغت أو هتتلغي بسبب خط التليفون. وزير التموين قال لو في حد غير قادر على إنه يجيب خط التليفون هبعت له خط لغاية عنده، لو هو يعني هي دي المشكلة. لكن فكرة ان بطاقة هتتلغي عشان حضرتك لسه ما سجلتش الرقم بتاعك، الكلام ده مش مظبوط، ولسه كمان في فترة او مد لانك تسجل الرقم. ما تشتريش خط جديد، الخط اللي معاك حاول ان انت تروح وتسجله. يعني المهم ان صاحب البطاقة او اللي باسمه البطاقة او رب الاسرة، كل اللي مطلوب ما فيش مستندات مطلوبة، البطاقة بتاعتك، البطاقة الشخصية، رقم التليفون، ده للناس اللي هتروح المكتب بتاع التموين. بنكرر مرة تانية، مش المكان ولا البقال اللي بيصرف لك السلع التموينية هو اللي هيضيف لك الخط أو هو اللي هيعمل لك التسجيل، لكن مكاتب التموين. فإن شاء الله الكل يقدر أنه يعمل كده، يسجل الرقم، اللي ما عندوش يشتري، واللي مش قادر يشتري أو في مشكلة في ده يقدر يتواصل مع الخط الساخن أو أرقام وزارة التموين. كمان وزارة التموين بتقول ان ما فيش ولا واحد ولا بطاقة لصرف الخبز اتلغت. يعني حتى الغير مستحقين للسلع التموينية ما وقفلهمش البطاقة او صرف الخبز، وده عشان حاجات كتير جدا. المخابز الحرة مش متوفرة في كل مكان، مش في قدرة كل مكان، في اماكن جديدة لسه دلوقتي مش متوفر فيها مخابز اللي بناخد بيها العيش على البطاقة، فالموضوع لسه يعني ما فيهوش حلول كتير. فما فيش ولا حد بيصرف العيش بالبطاقة التموينية اتوقفت البطاقة بتاعته، ولو حصل وحد اتوقف من الخبز يقدر يتقدم بشكوى لمكاتب التموين. كمان من أخبارنا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والعظمى في القاهرة 38 وأسوان 43. احنا دخلنا مرحلة الشوي مبكرا، يعني في مراحل كده لد فصل الربيع الخفيف اللطيف، وبعد كده الشوي ده معروف في 7 و8 يعني، لكن احنا دخلنا مرحلة الشوي مبكرا وعايزين نعرف المرحلة دي تخلص امتى. معانا عبر الهاتف دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. يا دكتورة الجو حر جدا، يعني والموضوع ده هيوصل لحد فين؟ هو طبعا في ارتفاعات في درجات الحراره ذروتها اليوم. احنا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 37 درجه مئويه، اليوم متوقع تكون ما بين 38 و39 درجه مئويه، ذروه ارتفاعات درجات الحراره، لان احنا طبعا بنتاثر بامتداد منخفض السودان الموسمي، في زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، بالاضافه كمان بارتفاع طفيف في نسب الرطوبه، وده بيخلينا نحس اكثر كمان بارتفاعات درجات الحراره. اليوم متوقع زي ما بنقول اجواء شديده الحراره فتره النهار على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، اغلب مناطق الجمهوريه بتشهد ارتفاعات في درجات الحراره. فترات الليل ايضا بدانا نحس بارتفاعات درجات الحراره، فترات الليل اجواء معتدله تماما. ان شاء الله متوقع اليوم ذروه ارتفاعات درجات الحراره، غدا هيكون في انكسار لموجه ارتفاعات درجات الحراره، لكن انكسار طفيف، يعني درجات الحراره تنخفض بحوالي درجتين. يعني متوقع غدا الثلاثاء تكون العظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، مع يوم الاربعاء والخميس هيكون في انكسار اخر او انخفاض اخر في درجات الحراره بحوالي درجه، يعني ما بين ال 35 وال 34 الاجواء الحاره فتره النهار اللي احنا معتادين عليها في مثل هذا الوقت من العام. بالاضافه كمان ان احنا فترات يعني تحديدا ساعات المساء مع ساعات المغرب بنشهد نشاط للرياح بيخلينا نحس ببعض الاجواء المعتدله بعد اي شويه هواء يا دكتوره. بالظبط، هي نشاط رياح على بعض المناطق هيخلينا نحس بالاجواء المعتدله بعد ساعات درجات الحراره واجواء شديده الحراره فتره النهار. بشكرك جدا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. وخلي بالكم درجات الحر شديدة جدا جدا جدا. نشوف على الشاشة ونرجع تاني.
هنروح لجدري القرود وتصريحات حديقة الحيوان. ايه اخبار القرود اللي موجودة في حديقة الحيوان؟ هل ممكن انها تكون حامل للفيروس؟ هل ممكن انها تعدي او تنقل للناس اللي بيروحوا يزوروا الحديقة او يتفسحوا فيها؟ فحديقة الحيوان كان ليها كذا تصريح عشان تطمن الناس. اول حاجة قالت ان احنا ما بنستوردش قرود من برة بقالنا 15 سنة، فما فيش مجال ان يجينا من بره يعني سلاله او قرود حامله للفيروس. قالت كمان ان جميع المواني المصريه ما بتسمحش باستيراد القرود وفي خطه وقايه وتصريحات، وقالت كمان ان في توعيه للحراس بتوع الحيوانات عشان يتابعوا ويشوفوا اي حاجه جديده بتظهر على الحيوان، لكن في نفس الوقت هم حريصين جدا جدا على التطعيمات وعلى التحصينات وعلى المتابعه. فهي بتاكد ان ما تقلقوش، لكن أنا يعني بكرر كلام السادة الأطباء اللي شرفونا هنا في الاستوديو واللي من الحاجات اللي هم كانوا بيقولوها تاخدوا بالكم، مش هنمنع الزيارة، واللي عايز يفسح ولاده في حديقة الحيوان يروح، بس مش لازم يعني يبقى في تلامس مع الحيوان، حتى اللي عايز يأكله يبقى من بعيد أو بلاش خالص، يعني اتفرجوا واستمتعوا خلاص. يعني حديقة الحيوان عايز إن قرودنا زي الفل. قرودنا زي الفل. طيب من القرود للطيور. وزيرة البيئة تحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي. دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة واليوم العالمي للتنوع البيولوجي. ايه أهمية الاحتفال؟ ايه أهمية ان احنا يعني موضوع الطيور المهاجرة دي يعني بتأثر علينا ازاي؟ بتأثر على البيئة ازاي؟ الحقيقة انا ما اعرفش، عشان كده معانا عبر الهاتف دكتور عبد المسيح سمعان، استاذ التوعية البيئية بكلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. دكتور عبد المسيح، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. ايه موضوع الطيور المهاجرة ان احنا بنحتفل بيها، وهل ده حدث بيحصل كل سنة، وتأثيره ايه على البيئة، سلبي ولا ايجابي ولا اخباره ايه؟ اليوم العالمي للطيور هو عموما اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وده بيتم كل سنة في شهر 5 احتفالا بتوقيع المعاهدة الدولية للحماية والدفاع عن التنوع البيولوجي. في هذا الإطار في عندنا حاجة اسمها الطيور المهاجرة. هذه الطيور المهاجرة بتيجي من أوروبا في فترة الشتاء إلى مصر، حيث الدفء عندنا هنا في المناطق اللي هي في جنوب القاهرة. بتيجي عندنا يعني آلاف من الطيور بتقضي فترة الشتاء عندنا حيث الدفء في مصر وحيث الشمس. بيبقوا جايين منين يعني يا دكتور؟ نعم؟ جايين منين يا دكتور؟ جايين من أوروبا. حضرتك عارف عواصف أوروبا كلها بتبقى المناطق هناك ثلج جدا أو برد جدا. لا، احنا دلوقتي في شهر مايو، أوروبا كويسة يعني، أوروبا الجو حلو. لا لا، احنا بنتكلم هو الاحتفال باليوم مش ده معناه ان الطيور موجوده دلوقتي. انا افتكرت ان ده الوقت اللي الطيور بتيجي فيه عشان التوقيع الاتفاقيه بس. تمام. لكن هي بتيجي في فترات قبل كده بشويه، وبنرصد بعض الحاجات اللي لسه ستيل بتيجي لغايه دلوقتي. تمام. لكن ما هياش الاعداد الكبيره اللي هي بتيجي في فتره من يعني متقدمه شويه من شهر 5 في اول شهر 5 او كده. طب هي الطيور اللي بتيجي يا دكتور بترجع تاني بلدها بعد فتره يعني؟ بعد ما الشتاء خلاص هناك بيبدا يظهر الدف ويبدا الصيف عندهم، ترجع الطيور دي مكانها مره ثانيه، لان حضرتك عارف ان كل كائن حي بيئته له يعني ايكو سيستم وله طبيعه تتوافق مع كائنات اخرى. صحيح. وبالتالي هو لازم يرجع المنطقه بتاعته. هو بيجي عندنا بياخد فتره الدفء عندنا وبعدين يرجع تاني، لانه لو دنه هناك ممكن يحصل له مشكله، ممكن يموت ينفق هناك في المناطق دي يعني. ده بالنسبة للهجرة اللي هي بتجينا من أوروبا وبيرجع تاني الطيور مرة أخرى. طيب. إلى أماكنها. احنا بنشكرك جدا الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ التوعية البيئية بكلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس. سبحان الله، يعني متخيلين أن الطيور عارفة إيه البلاد اللي جواها حلو فتبتدي تهاجر وتروح لها، وبعد ما الجو هناك يبتدي يلطف هم عارفين الميعاد ويبتدي يرجعوا تاني. يعني حاجات بتبقى من العجائب الحقيقة. ربما يكون العلم ليه رأي وليه قصة في الحاجات دي، لكن سبحان الله يعني سبحان كأن عندهم جي بي اس في يعني فاهمين وحاسين وعارفين يروحوا فين ويرجعوا منين. بيسافر من قارة لقارة يعني ويرجع تاني ويرجع تاني. سبحان الله.
نروح ل يعني يمكن الاوضاع الاقتصاديه، وزي ما حضراتكم شايفين اللي هي العالم كله بقى متاثر بيها، وبعد ازمه او جائحه كورونا واللي اثرت في اقتصاد العالم كله بعد ما دول او معظم دول العالم قفلت واقتصادها وقف والمصانع وقفت، وده اكيد اثر بالسلب والناس حاسه ده من يعني الاجهزه والمؤسسات والمصانع والشركات طبعا للمواطن في كل حياته. كملت على الحكاية الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب اللي كمان بالسلب العالم كله حاسس بنتائجها وبأضرارها. كان لازم يكون في حلول. المنطقة العربية أو مجموعة من الدول العربية في تعاونات بتحصل بينهم، في بروتوكولات كمان بتوقع في الفترة اللي فاتت، لكن من الحاجات المهمة اللي بيتكلم عنها الخبر دلوقتي مصر والإمارات والأردن، كان في بروتوكول تعاون تم توقيعه بحضور المسؤولين من الثلاث دول. المؤتمر ده تم في أبوظبي في الإمارات، وتم في مناقشة كتير من الأوضاع وإزاي بالتعاون بين الثلاث دول دول ممكن تحصل طفرة أو نهضة اقتصادية مختلفة. كمان ممكن تكون التعاون بين الدول الثلاثة دول مش بس هيرجع عليهم هم الثلاثة مصر والأردن والإمارات، لكن ممكن ده يكون نواة كمان للمشاركات والتعاون بين مجموعة كبيرة من الدول العربية أو كل المنطقة العربية. وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم كان بحضور رئيس مجلس الوزراء، مجموعة كبيرة من وزراء الصناعة للثلاث دول وكتير من المسؤولين، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والأردن والإمارات. ومن أخبارنا كمان القوات المسلحة المصرية تقضي على 10 عناصر إرهابية شديد الخطورة بشمال سيناء. قدرت القوات المسلحة المصرية أن هي تقضي على 10 عناصر من العناصر الإرهابية الخطرة ومسكتهم، وكان في حوزتهم عدد كبير جدا من الأسلحة والقنابل اليدوية ومادة التي إن تي والأحزمة الناسفة والقواذف والأنات البنات. كما أشار البيان أن تم القبض على أحد العناصر الإرهابية وهو مصاب وبيحاول الهرب، وكان معاه بندقية آلية وعدد 2 خزنة، وبيتم ضده اتخاذ الإجراءات اللازمة. الحقيقة قواتنا المسلحة في حرب ضد الإرهاب بقالها سنوات، الحرب ما انتهتش، الحرب مستمرة ضد هذا الإرهاب البغيض اللي بيحاول ينول من استقرار البلد، لكن نثق تمام الثقة في قواتنا المسلحة المصرية في القضاء على هذا الإرهاب. هتفضل يعني مش مصر بس، لكن أي دولة في العالم ما تقدرش تعلم وتقول إن إحنا ما عندناش 100% إرهاب، لكن نقدر نقول إن إحنا وصلنا لمرحلة قد إيه، نجحنا قد إيه. أعتقد كلنا لامسين وحاسين بالفرق، وإن شاء الله يعني بجهود قواتنا المسلحة وكل أولادنا اللي بيدفعوا دمائهم في يعني سبيل إن أنت تعيش في أمان وفي سلام، هنفضل نحارب ونحارب أكتر وأكتر. نروح للسياحة وأخبار السياحة وتحديدا محافظة الأقصر، والخبر بيقول قد إيه في انتعاشة في السياحة في الأقصر، وفي إقبال كبير جدا من السائحين من مختلف الجنسيات، حتى أوكرانيا وروسيا في منهم مجموعة كبيرة من السائحين اللي موجودين في الأقصر دلوقتي. وبعد افتتاح طريق الكباش ده عمل دعاية كبيرة وعمل إقبال كبير من السائحين، وكمان في عدد كبير من السائحين من الدول العربية. أعتقد يعني وبتوقعات كل خبراء السياحة أنه يكون في موسم صيفي مختلف إن شاء الله، وبيشهد رواج في السياحة في الأقصر، وأتمنى كمان في كل المحافظات اللي بتروج للسياحة. بالمناسبة النهاردة في هيبقى في اكتشاف كبير قوي في سقارة عن يعني حاجات أثرية كتيرة، واحنا عندنا اكتشافات كتيرة خلال الفترة اللي فاتت، وده يا رب يكون مصدر خير لمصر. معانا من أخبارنا القومي لذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة بوابة الحصول على الخدمات. طيب أنا عايز أقول بس حاجة للمركز القومي لذوي الإعاقة، إني في مشكلة في الحصول على بطاقة الخدمات
الخدمات المتكاملة، لأن لازم يحصل كشف طبي ولازم التسجيل عن طريق الإنترنت. وإحنا ناس كتيرة جدا بيتصلوا بينا وبيتواصلوا معنا وبيبعتوا لنا رسائل إن الموقع مش شغال، مرة تانية وتالتة ورابعة بنقول الموقع مش شغال. إحنا مش بنطلع عشان نقول للناس كلمتين حلوين وخلاص. إحنا النهاردة بنتكلم على إن المعاق، الشخص المعاق أو ذوي الاحتياجات الخاصة لازم يبقى معاه بطاقة خدمات متكاملة عشان يقدر يشتري عربية لو عايز من غير جمارك، يروح المكان الفلاني بتخفيض، يركب المواصلة الفلانية ببلاش، يعمل يروح يكشف ببلاش. يعني الدولة ليها التزامات لذوي الإعاقة، لكن أنا بقول لحضراتكم أن ناس كتيرة جدا بتشتكي أن الموقع أصلا مش شغال. طب هما يعملوا إيه؟ يعني الناس تعمل إيه؟ النهاردة حد معاق ويستحق وهو النهاردة بيجي يسجل، مفيش، مش عارف يسجل. فأنا بتمنى سواء المسؤولين في وزارة الصحة أو المركز القومي لذوي الإعاقة اللي بيدافع عن المعاقين أن يبقى في حل لهذا الأمر. خدوا الناس واكشفوا عليهم وخلوهم يتعاملوا، أو حتى لو موضوع الإنترنت مش شغال افتحوا مكاتب وخلوا الناس تكشف، واللي يستحق يبقى معاه البطاقة، اللي ما يستحقش قول له لا معلش أسفين ما ينفعش. لكن فكرة أن احنا نطلع نقول أخبار لطيفة وحلوة وجميلة وإحنا عدد المعاقين في مصر كتير مش قليل، في الآخر الناس تتعشم وهما بيجوا يسجلوا ما بيلاقوش مكان يسجلوا فيه. أكيد. طيب يعني من الأخبار أنا بشوف أنها كويسة جدا وأتمنى أن كل الناس تحس بده، لكن في بعض التصريحات، الغرف التجارية تعلن انخفاض أسعار الزيوت. بيقال أو اللي بيحصل دلوقتي أن في انخفاض من 200 ل 500 جنيه في سعر الطن للزيوت المستوردة، ده بالتالي هينعكس على أسعار الزيوت المطروحة في السوق. سعر الزيت هقول لكم حالا لا يتخطى 37 جنيه للزيت الحر، طبعا في الزيت المدعم بتاع التموين. الرز لا يتخطى الكيلو ل 13 جنيه. التصريحات دي كمان من الغرف التجارية بتقول ان أزمة ارتفاع الأسعار انتهت، وانا مش بشوف انها انتهت. حتى لو في انخفاض انا نفسي الناس تحس بده، يعني مش انا من اسبوع لاسبوع، مش هقول لكم بالشهر، اروح اشتري حاجه والاقي ان عليها زياده وزياده غير مبرره. فيعني اتمنى مراجعه الاسواق ومتابعتها عشان ما يكونش كل واحد بيشتغل بمزاجه ويكون في اسعار او تسعيره استرشاديه للناس انها تعرف ده في الخضار وفي الفاكهه وفي السلع عموما، الزيت والرز والسكر. لكن برضو احنا يعني بنقول الايجابي بنقول السلبي. السلع دي كلها لما موجودة في المجمعات الاستهلاكية، حضرتك حتى لو مش معاك بطاقة تموين ورحت بتشتري الحاجة هناك بسعر غير لما بتروح لأماكن تانية انت عارف هتشتريها غالية قد ايه وفيها زيادة قد ايه. دي كانت أخبارنا وعن موضوعاتنا النهاردة. عندنا موضوع عن معرض عن رحلة العائلة المقدسة في مصر بداخل المتحف القبطي، وعندنا موضوع آخر عن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للأطفال. ندي الأطفال لقاح كورونا ولا بلاش؟ هيضرهم ولا مش هيضرهم؟ معنا النهاردة الإجابة على كل أسئلتنا. جهزوا أسئلتكم واسألونا سواء على الفيسبوك أو من خلال التليفونات. هيكون معنا دكتور أنسي نجيب بعد الفاصل.